يا منى، الو، اهلا يا منى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فاضي، كنت عايزه اسال فضيله الشيخ. اتفضلي. دلوقتي انا صوتي اعلى بعد متزوجه اذنكم. بقالي 21 سنه، وزوجي دايما في بينا مشاكل وهجر، يعني هو على طول بيهجرني بالشهور، ممكن بالسنين، ما فيش علاقه زوجيه. كمان كل حياته معايا خصام، يعني خاطبني بالثلاث شهور، يدخل ويخرج مفيش سلام عليكم، يشيل مني مصروف البيت، مصروف ايدي وانا ما بشتغلش، على طول يذل ويعاير. مثلا انتوا عندكم كام ولاد قد ايه يا منى؟ عندنا ثلاث اولاد. يعني ثلاث اولاد، وممكن ما يصرفش لمده قد ايه؟ يعني يحرمكم من لا، هو مصروف. بيصرف على الولاد بس، بيقعد يعني يقعد يمن عليهم في المصاريف، يعني يذلهم. لا انت اصلك بتقولي ممكن ما يدينيش مصروف البيت، فدي برضو محتاجه. هو اللي بيصرف بقى، يعني هو ما يرضاش يديهولي وانا اللي امسكه مثلا بالشهر، فهو اللي بيصرف. ولما يصرف بقى يقعد يحاسب، يعني لو انا مثلا صرفت 20 وقلت له حاسبني اديني مثلا نصهم، ويسيبني انا بقى يعني اتحمل الباقي، حاجات زي كده يعني. انت بتبقى فانا عايزه عارفه ان اسال معاك حضرتك فلوس؟ الشيخ، حكم الشرع ايه في اول حاجه هجر الزوجه بالشهور وبالسنين ومفيش علاقه زوجيه، ربنا هيحاسبه ازاي؟ دي هو نمره واحد. قولي لي نمره يا اتنين، منى، هو اتفضلي. هجر في الفراش ولا بيسيب لك البيت وبيمشي؟ في الفراش، في الفراش. اوكي، بالشهور وبالسنين. تاني حاجة، حكم الشرع ايه برضو لما يكون هو يعني غني جدا وربنا فاتحها ليه، مليونير، ويقعد يدلنا كده بالفلوس انا والولاد وفي المصاريف، بحيث ان انتوا ما برضو بتلاقوش. ربنا يعني شوف شوفي يا منى، ربنا غضبان عليه ولا ايه؟ طيب في اي سؤال فضلت الشيخ عايز بقول لها تساله؟ لا لا، شكرا بيشح شكرا. عليها بحيث ان هم ما بيلاقوش احتياجاتهم، يعني مدارسهم وكده، ولا ما هي بيعرفوش قالت انه يخرجوا. بيمن وبيضايقها في العشرين، يديها نصهم، تبقى هي محتاجه 20 يقولها لا كفايه عليك النص، فهي تحتاس ومش عارفه تصرف منين، بيضيق عليها الحال، تمام. وهو ربنا فاركها عليه، هو مليونير وهو مضيق عليهم الحال. فده حكم الشرع في حاجتين، هجر الزوجه وتضييق الحال برغم انه ربنا موسعها عليك. اما الهجر فهو قطعا حرام. تمام. واحنا قلنا دلوقتي ان المراه لها حق كما ان للرجل حق، وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولها حق في العشره والمعاشره، واللي لها حق في كل الامور اللي هي بمقتضى العلاقه الزوجيه دي، وحتى الرحمه والموده والكلام ده. فالهجر طبعا حرام، الا اذا كان في حاله النشوز، ففي استثناء هنا، ويبقى على قد النشوز بس، بيبقى على قدر، يعني على تمام. على قدره، ومش مفتوح كده لبعض الناس، لكل الناس. واما الانفاق، ان هو طبعا الانسان مكلف، ان هو الرجل مكلف، واحنا زي ما قلنا كده: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. تمام. بس انا كمان عايز انبه عشان نبقى فيه معادلات، ان احنا ساعات بنقدر الانفاق تقدير واسع، يعني احيانا المراه او كده بتبقى عايزه 20 عشان تلبي 20 بند، هو شايف ان 10 بنود دلوقتي و10 بنود بعدين. تمام. وهكذا. احنا محتاجين قوي إعادة الحوار. أنا شايف وملاحظ إن البيوت بدأت أكثر تمسك بما يسمى حق أو حقك، والتشبث ده. إنما اللي إحنا نطلع نعمل ليه دعوة من هذا البرنامج ولكل المشاهدين، إعادة مرة تانية الحوار العاقل. إن يقال طب إحنا محتاجين إيه؟ وده ما بقولوش لمنى بس، وده للبيت كله. احنا نقعد مع بعض ونقدر احتياجاتنا في مستوانا برضو، وكل حاجه مش من ربنا قال لي ينفق ذو سعه من سعته. محتاجين 10، والعشرة دول عايزين كذا بناء على كذا، من غير اسراف ولا تقطير. يبقى العشرة دول هم المستحقين بيننا وبين بعض كده بما يرضي الله، من غير من نبقى خناقه. هي دي محتاجه حوار شويه وملاطفه والله. وكتير. في حاجه فضلت الشيخ برضو كنت عايزه اسال حضرتك فيها، فكره ان ربنا يرزق من واسع حد وهو يقطر ويبخل على الناس، مش ده برضو ممكن يوقف الرزق؟
يعني او ده مثلا ممكن يعني يبقى في نعمه، واما بنعمه ربك فحدث، وانه النعمه دي يعني ان احدث بيها ان انا اشبع ولادي او ابسط مراتي او كذا، هل دي ممكن تشد من تحته فكره انه الرزق الواسع ده اكتر من كده كمان؟ مش بس كمان يوافق، ده بيعيش المسكين في شقاء هو نفسه. انت من اصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره في بين عينيه ولم ياته منها الا ما قسم له منه. ومن جعل الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. جميل. وجمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه. الحريص قوي ده بحيث ان هو، بس خلينا نحط كلمه مهمه وبنقولها للمشاهدين وبنقولها كده، الحريص بحيث ان هو ما يوفيش احتياجات خصوص التعليم والاكل وكده وهو معاه للدرجه دي. الحريص بالطريقه دي ده عايش في شقاء. جميل. وأدي وشفنا اظن مسلسلات عبرت عن يعني البخيل كتير. وانا مثلا اللي عملوا كتير عبرت.